أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار أن الشركات التابعة للوزارة مستعدة للتعاون مع أي مؤسسة حكومية أو خاصة لتنفيذ مشروعات تخدم المصلحة العامة، مضيفا خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمشروع تجديد مبنى نقابة المحامين الجديد أن إعادة بناء المبنى سيسهم في تحسين الخدمة لمرتادي النقابة. من جهته قال نقيب المحامين سامح عاشور إن عملية إعادة إنشاء المبنى التي أخذتها وزارة الإنتاج الحربي على عاتقها تكلفت 77 مليون جنيه. بلغ الازدحام ذروته، وأصبح من غير الممكن أن تستمر الحياة في مبنى نقابة المحامين، ولأن راحة أصحاب الروب الأسود من أولويات النقيب العام ومجلسه، فقد اتفق الجميع على حتمية إنشاء مبنى جديد يواكب التطور المؤسسي الذي تشهده النقابة ويليق بالمحامين ويعزز من هيبتهم. احنا بإذن الله هنبدأ في مبنى نقابة المحامين الجديد. احنا حرصنا على ان يكون باكورة اعمال هذا المجلس هو الشروع في البناء. مبنى تعبنا فيه، تعبنا في تراخيصه، تعبنا في انشاءاته الرسمية. احنا رسمناه تقريبا 3 مرات علشان نستوفي استحقاقات جهات الترخيص. قبل وضع حجر الأساس لقي قرار المجلس إنشاء المبنى حملة شرسة على الفيسبوك قادها بعض المشككين، حاولت إفشال المشروع وراهنت على عدم إمكانية استخراج تصاريح للهدم والبناء. لم يدخر عاشور ومجلسه جهدا حتى خرجت التصاريح وأسندت العملية للقوات المسلحة تحقيقا لسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ. لم تتوقف تلك الحملة المضللة رغم مشاهدة أطرافها لعجلة البناء التي لم تتوقف، فتمت عملية هدم المبنى العشوائي المحيط بالمبنى الرئيسي التي لم تستغرق شهرا تقريبا، وبدأ العمل في المبنى الجديد على مساحة 2500 متر مربع وبمخطط يستشرف المستقبل بقاعات مؤتمرات فسيحة ومعهد للمحاماة وجراج يتسع ل600 سيارة وغير ذلك الكثير. ووضع حجر الأساس في 1 أغسطس 2017. نرحب بضيوفنا الكرام الذين شرفونا في وضع حجر الأساس لصرح جديد يضاف إلى صروح نقابة المحامين. لم يمر عام تقريبا منذ الانتهاء من الهيكل الخرساني حتى شهد المبنى عددا من الأدوار السطحية أوشك الدور 5 منها على الانتهاء، ليقوم المبنى الجديد صرحا مهيبا يحتضن المبنى القديم التاريخي في وسط القاهرة. وتستمر السواعد في البناء ويتحقق الحلم الذي ظل يراود المحامين منذ أكثر من 15 عاما، وتتجلى هيبة المحامين
بين جدران هذا الصرح الجديد الذي سيكتب التاريخ أنه إنجاز عظيم يحسب للنقيب العام سامح عاشور ومجلسه الموقر. هنبدأ في مبنى النقابة الوطنية.